بالنسبه لتجربه البلاد جروبس، التكنيشن هيكون جايب سلايد حاطط عليها نقط من الانتي. يعني المعروف ان الانتي اي لونه ازرق، والانتي بي لونه اصفر، والانتي دي لونه ابيض. فبتبقى انت داخل على التجربه الالوان موجوده، ضروري انك انت تكتب تحت كل لون نوع الانتي، عشان في الامتحان العملي هتروح للدكتور بالورقه اللي مكتوب عليها الانتي عشان يجي يقيمك. تعالى يا احمد. طبعا الانتي يا جماعه بيكون جاي جاهز، دوري ان انا هشك صباع احمد الصمغ واحط نقطه الانتي نقطه البلد جنب الانتي. غلطه الطلبه، في ناس يحط نقطه الدم على الانتي وبعد كده ينقلها للانتي التاني. لا، بص يا احمد معلش اقفل ايدك عادي، واجي طبعا بعمل سكويز واجي اقرب، عايزك تحط نقطة الدم بالظبط تمام كده وتبقى كتيرة، وبعد كده تعصر صباعك الأول اللي هو مرحلة ينزل البلد، حطها جنب الأنتي التاني تمام، وبعد كده تعصر صباعك تالت وتحطها جنب الأنتي إيه اللي هو تالت نقطة أنتي. يلا عايزك دلوقتي، دي محتاجة تزيد شوية عشان ما تبقاش متخففة، لازم نقطة الدم تتمشى مع الأنتي، أو لو مش قادر ممكن ترفعها تمام وتحط أكبر كمية دم ممكنة. صح، عايزك بقى دلوقتي وانت رافعها، ادي الأنتي أهو معانا وادي البلاد دروبس، هجيب بظهر الشكاكة، ادي يا جماعة الظهر، وقال امسح يا احمد في القطنة علشان ما نقلش انتي دي على اللي جنبها، وادي دي شايفين انا بعمل ميكس بين الاتنين، واتاكد ونمسح بالقطنة واعمل ميكس للنقطة التالتة بتاعت الانتي اي. بعد ما عملنا ميكس واتاكدنا تماما هاجي بعد كده يا احمد وتعمل ايه؟ شيك ذا سلايد. طبعا الشيك لازم بتهزها هزه صغيره بالمنظر ده، ونيجي نعمل زوم ونقرب اهي هنلاقي ان اللون الازرق حصل معاه رياكشن، يبان يا اما في شكل كلاكيع يا احمد يا اما في شكل ساندي ابييرنس اسمها كلامب، شايف زي جزر حمراء مع بعض مع الانتي ايه، وحصل مع الانتي دي تمام، حصلت اهي ادي الرياكشن، وحطها على الترابيزه. خلصت انت الانتي بي، واضح ان ما فيهاش رياكشن واضح حتى بالزوم اهي، مع الاولى والثالثه واللي في النص ما فيش، تبقى انت فصيلة دمك ايه دلوقتي؟ ايه بوز. برافو عليك، ايه بوزيتيف. في اساتذه ساعات يقول لك ايه ار اتش بوزيتيف، انت هتروح له يا احمد شايل الورقه اللي عليها السلايد وتقول له انا فصيلة دمي كذا. جاهز الاسئله؟ نبدا بغرفة لاسئله عملي دلوقتي. تتبرع بدمك لمين؟ للاي بوز. تمام، قبل ما تتبرع ينفع تتبرع له على طول ولا نعمل تيست؟ لا لازم نعمل تيست الاول. اسمه؟ بري ترانسفيرس تيست. اللي هي كراس صح؟ ماشين او بري كومباتيبلتي تيست. يعني كلمه كراس ماشين؟ لازم اشوف هل فصيله الدم فيها نفس فصيله الدم، عشان الاي بي سيستم والار اتش سيستم مش هما سيستم واحد، في عوامل ثانيه ممكن تاثر على تمام. وبحط نقطه من ايه من الدونر؟ البلازما. تمام، زائد نقطه من ايه من الريسيبيانت؟ البلاد بتاع الريد بلاد سيلز. يعني انتجين مع انتي بودي، لو حصل رياكشن على السلايد ينفع نقله الدم؟ لا طبعا. برافو عليك. طيب هسالك، الاي بي او سيستم والار اتش انتي بوديز مين فيهم اخطر؟ الار اتش سيستم. ليه؟ علشان الجاما جلوبين جي هو اللي بيقدر يعدي عن طريق البلاسنتا. تمام، وده ار اتش ولا اي بي او؟ ده الار اتش طبعا. برافو. طب الاي بي او نوع الانتي بوديز ايه؟ السي اميون جلوبين. اميون ام 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 صح. تمام، برافو عليك. طب هسال سؤال، الفيرست بيبي هل لو الام ار اتش نيجاتيف واتجوزت راجل ار اتش بوزيتيف يتأثر؟ يتأثر لو كان حصل لها ترانسفيوجن قبل كده ببص، انما لو ما حصلهاش نقل دم قبل كده بوزيتيف عادي مش هيحصل لها. تمام، طب وبعد كده الفيرست، لو فرضا مفيش ترانسفيوجن الام دي تكون انتي بوديز
بعد الولاده قد ايه؟ حوالي من 48 ل 36 ساعه. 36 48 ساعه برافو. طب اقدر امنع تكوين الانتي بوديز اديلها ايه؟ بديها انتي ار اتش انتي بوديز. برافو حقنه تمام. طب لو ما اديتهاش الحقنه ده وهي خلفت تاني ار اتش بوزيتيف بلاد هتخلف الولد الثاني عنده اريثرو كويزيس فيتالس. اريثرو بلاستوزيس بلاستوزيس فيتالس. برافو عليك. طب ممكن تقول لي المرض ده فيه كام حاجه؟ ده فيه ثلاث حاجات. ان هو الاول حاجه بيعمل اللي هو بيكسر السفير انيميا. برافو عليك. وبعد كده بيطلع الجوردنز اللي هو بيحصل جوندس. جوندس سببها ايه؟ ان هو بيطلع الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيطلع بتعمل بلاي فيريت بلاي فيريت بليروبين وهي اللي بتعمل. برافو عليك كده تمام. طب البيبي ده البليروبين يقدر يعدي بلاد برين بارير؟ يقدر يعدي بلاد برين. اسم المرض؟ كيرنيك. كيرنيكترس. كيرنيك. برافو عليك. طب هسألك سؤال، لو الام دي فرضنا انا ما عملتش كروس ماتشي وانا ما عنديش ضمير، هيحصل ايه في نقل الدم العيان اللي هديهوله؟ اول حاجه هيحصل تكسير للريتيكولا سيلز هيطلع هيعمل هايبركاليميا. برافو عليك. بعد ما يعمل هايبر ده ممكن يعمل اريزميا. برافو تمام. هيطلع الهيستامين. تمام. هيعمل فازو دايلاتيشن وده هيوطي البريشر. تمام. هل العيان ده ممكن يسخن؟ طبعا. بقول معلومه لكل الناس، بسبب ان الوايت بلاد سيلز اللي بتطلع حاجه اسمها بايروجينز. تمام. غير كده الهيموجلوبين. تمام. هيعمل بليفيردين. تمام. بليروبين بعد كده هيحول لبيروبين وبعد كده هيعمل جونز. برافو عليك. الهيموجلوبين ده هيتفاعل مع اسيد اسمه ايه؟ هيعمل اسيد هيماتين. برافو عليك. يعمل ايه في الكدني؟ هيعمل لها بلوك بلوك بلوك, بلوك تيوبر للتوبيولز اللي هي في كتاب رينا الشارت داون. برافو عليك. فيعمل رينا فيلر. تمام. طب عايز اسالك سؤال مهم جدا في الحته دي. كيس الدم يتكون من ايه؟ هل في سيتريت؟ لا. كايه؟ عشان ما يحصلش صح يعني ما يتجرش مع انتي كواجلان. صح. في فوسفيت؟ في فوسفيت. ليه؟ عشان سالفك نون نيوتريشن يعني اي تي بي. برافو. في ديكستروز اللي هي جلوكوز. فما طب اخر سؤال يا احمد، اشكرك جدا. كيس الدم اللي بيتحط في الثلاجه في درجه حراره كام؟ ناقص كام؟ تقريبا 21؟ لا ناقص 4 درجات. 4 درجات البلازما هي بتتحط في. برافو عليك. ويتساب لمده كام اسبوع؟ 3 اسابيع ماكسيمم. 4 اسابيع. 3 اسابيع يبقى صالح 100% 4 اسابيع. تمام. ممكن نطول فتره صلاحيه كيس الدم اسبوع كمان، نحط على كيس ماده. اخر سؤال. برافو عليك. ادمين. ادمين. شكرا يا احمد.